واحدة. أكلمكم اليوم عن خطية من الخطايا المشهورة، ولو أن البعض جايز يقول مش موجودة عندي، لكن هي من الخطايا المشهورة، اللي هي خطية القسوة. خطية الإيه؟ القسوة. في هناك نوعان من القسوة، قسوة ضد الله وقسوة ضد الناس. القسوة اللي ضد الله هي رفض التوبة أو قساوة القلب في طاعة الله وفي الاستماع لصوته أو رفض مصالحة ربنا. لذلك الكتاب بيقول في عبرانيين إصحاح 3 آية 8 و15، بيقول إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني لا تقسوا قلوبكم، يعني ما تخلوش قلوبكم قاسية ترفض صوت الله وترفض الاستماع إليه وترفض محبته وترفض رغبته في أن يسكن في قلوبكم. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. وفي رمية 11:7 بيقول ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه، أما الباقون فتقسوا. يعني غير المختارين تقسوا، قسوا قلوبهم وما مشوش مع ربنا. وفي رمية 2:7 بيقول ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. من أجل قساوتك وقلبك غير التائب، يعني ربنا بيعتبر ان الناس اللي عايشين في الخطية ويرفضون السير وراءه انهم قساة القلوب. ربنا بيقرع على بابهم من اجل قلبهم القاسي لا يفتحون له. ربنا بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم، من اجل قساوة القلب لا يرجعون. ربنا بيحاول يصطلح معاهم هم يرفضون، دي نوع من قساوة القلب ضد ربنا. في حزقيال 3:7 بيقول بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك، لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأنهم صلاب الجباه قساة القلوب. في آيات كثيرة في هذا الموضوع مش عايز أتعرض ليها، لكن كفاية أنكم تعرفوا أن الإنسان غير التائب قلبه قاسي، لأنه لا يستمع إلى صوت الله ولا يقبل محبة الله، وفي قسوة يرفض عمل الروح القدس فيه ويرفض عمل النعمة ويقاوم. ولذلك استفانوس وبخ هؤلاء الناس وقال لهم برضو يا قساة الرقاب انتم بتقاوموا الروح القدس كما كان آباؤكم. وربنا قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. هنا قساوة قلب. لكن في نوع من قساوة القلب ضد الناس. ضد الناس. فرعون كان يجمع الأمرين معا، قساوة ضد الله وقساوة ضد الناس. لم يستجب
لكل المعجزات والعجائب اللي عملها ربنا، لأن كان قلبه قاسي، وأيضا معاملته للناس كانت معاملة قاسية، فجمع بين الاثنين. يعني نوعي القساوة ضد الله وضد الناس. أول قساوة ضد الناس نراها في قايين الذي قتل أخاه هابيل، ومن هنا كان الغضب وكان القتل من علامات القساوة الكبيرة الموجودة. ومعلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى يقول إن من يغضب على أخيه فهو قاتل نفس. واوعى تفتكروا القتل يعني واحد يمسك واحد يذبحه ولا يضربه رصاصة ولا حاجة زي كده. ده في إنسان يقتل واحد تاني بإنه يقتل أعصابه، عارف أقول لك يحرق دمه، يحرق دمه يعني بيقتل أعصابه من جوه. هما قتلوش بصحيح لكن برضه بقساوة قلب بيقتلوا. أو مثلا واحد رجل أعمال وبيسخر ناس ويديهم أجرة زهيدة ما تكفهمش يأكلوا عيش، فبيقتلهم بس بطريقة غير مباشرة. فنواحي القتل موجود وأيضا تعتبر قساوة قلب. قايين كان قاسي قلب في حكاية القتل، وفرعون أيضا كان قاسي قلب في تسخير الناس وإنه يشغلهم بلاش ويعملهم معاملة سيئة، ولما يحتجوا يقول لهم متكاسلون، أنتم متكاسلون، مش بس تعملوا الطوب باللبن، ده حتى القش اللي بدهولكم والتبن مش شدهولكم، أنتم تجمعوا معاملة قاسية. راح بعام لما قولوا الناس وطلبوا منه انه يخفف عليهم، فاستمع للشيوخ اللي قالوا له ان اردت عشان تكسب هذا الشعب ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب، ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب واحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الايام. الشبان قالوا له لا دول هيضحكوا عليك، ده انت تربيهم وتدول له النصيحه. فقال لهم شوفوا انا خنصري اللي هو صباعه اغلظ من متن ابي، يعني صباعي ادخل من دراع ابوي، ابي ادبكم بالصياط وانا اادبكم بالعقارب. هذه القسوة كانت النتيجة ان الشعب سابوه، لان الشعب ما يحبوش واحد يكون قاسي. ابي ادبكم بالصياط وانا ايه ادبكم بالعقارب. في ناس يفتكروا انهم يبقوا اقوياء ولهم شخصية قوية لما يقولوا كلام زي كده، ابي ادبكم بالصياط وانا ادبكم بالعقارب. قسوة قلب في نوع المعاملة كان نتيجتها انه ضيع الشعب كله بهذه القسوة. رح بعد هنا السبب إثبات الشخصية، إثبات السلطة، إثبات القوة، يتحول الإنسان إلى إنسان قاسي. في ساعات القسوة بيكون سببها الغيرة. سببها إيه؟ الغيرة. ولذلك في سفر النشيد إصحاح 8 يقول الغيرة قاسية كالموت، أسف كالهوية، الغيرة قاسية كإيه؟ كالهوية. شوفوا مثلا أخوة يوسف الصديق لأنهم كانوا يغارون منه ويغارون من أحلامه ووعود الله إليه،
عملوا فيه ايه؟ رموه في البير مرة واتباع مرة تاني، والحكاية ما كانش فيها اي شعور محبة ولا لطف. كانوا قساة على يوسف الصديق بسبب الغيرة، بسبب الغيرة. ممكن سبب الغيرة زمان لو واحدة وضرتها كانت تحرق دمها بصحيح، يعني من أجل الغيرة. الغيرة ممكن تجيب قسوة تخلي الإنسان زي الوحش، الغيرة تجيب قسوة تخلي الإنسان زي الوحش وتجيب المعاملة السيئة، زي قصة حنة وفننة. كان فننة بيجيها عيال وحنة ما عندهاش، فكانت تغصها لغاية لما بكت وبقت تعبانة ورمت نفسها قصاد ربنا وقعدت تبكي من الغيظ اللي كان بيتغصله. إذا الشخص اللي بيغيظ غيره برضو قاسي القلب، زي ما حنة كانت قاسية على إيه؟ على فننة. زي ما فننة كانت قاسية على حنة وبكتها وأسالت دموعها. في قسوة تانية بتيجي من الاستئثار، حب الملكية، زي قسوة الحموات. يعني واحدة ربت ابنها وعاشت طول عمرها تربيه لغاية لما الواد كبر، وبصت لقت حتة عيلة صغيرة خدت الواد منها، فبتخلف تفلفل عشان بتيجي بقى القسوة. ازاي البت تتحكم؟ ازاي البت تاخد الواد؟ ازاي الواد يطاوع مراته اكتر من امه اللي ربته؟ الى اخره. فتأتي هذه القسوة برضو محبة الملكية والذات. دايما القسوة معها الذات، القلب مفهوش من جوه حنوه، فالذات بتشتغل. ممكن قسوة يكون سببها الطمع، سببها الطمع وحب الملكية، زي لما أخاب أراد أن يأخذ حقل نابوت اليزرعيل وما قدرش وراح زعلان. فمراته إيزابيل كانت قاسية جدا، هي رخ قالت له ما تخافش معاك راجل، هي كانت أرجل منه من الناحية دي، يعني أقصد كانت أقسى منه، يعني مفهوم الرجولة كان مختلف عندها. وكانت النتيجة إنهم شهروا بنابوت اليزرعيلي واتهموه ظلما بالتجديف وجابوا شهود زور، وكانت النتيجة إنه قتل ورجم. قسوة سببها الطمع، وكيف يصل الإنسان إلى تحقيق ذاته على حساب الآخرين. كتير بتبقى كده، محاولة تحقيق الذات على حساب الآخرين. إزاي أنا أبقى الموجود وأضيع الكل؟ هذه القسوة. الغيرة والذات والطمع وحب السيطرة والملكية كلها من أسباب القسوة. وساعات تلاقي في وحشية في الطبع، إنسان بطبعه كده طبع ناري وحشي، في قسوة في طبعه بتجري الدم، وساعات قسوة يلقطها من البيئة السيئة اللي بيعيش حواليها يتعلم منها، زي العيال اللي بيمشوا في الهريين والشم والمخدرات
وبعدين يلاقوا عايزين يحصلوا على مال مش قادرين، يلجأوا إلى القسوة والعنف والسرقة والقتل عشان يحصلوا على المال لتحقيق رغباتهم من جوه من البيئة السيئة. وجايز قبل كده ما كانش عندهم اطباع. يعني القسوة بتيجي من تحقيق شهوة أحيانا، زي الناس اللي بيغتصبوا بنات مثلا، شهوة موجودة في قلبه عايز يحققها ولو بالعنف بالقسوة ولو بالقتل. ناس تلاقي في طبعهم كده. انا مش عايز اقول مسلسل قتل الازواج بتاع الستات، صدقوني انا شخصيا مش قادر اتصور المنظر، ازاي واحدة ست بتضرب الراجل وتموته وتقطعه حتت وتحطه في اكياس. ده في واحدة ست بتقول كانت بتشفيه، يعني تطلع اللحم لوحده والعظم لوحده. ازاي الانسان ممكن يصل الى الوضع ده؟ ده احنا عندنا ستات علشان الواحدة تذبح فرخة تقول اخد حل من الكاك، بينما المسألة يعني ما تحتاجش الحل، لكن عشان تريح ضميرها وهي بتذبح فرخة، فالزوج يعني ما بقاش فرخة يعني مش. هنا القسوة العجيبة من الطبع الرديء القاسي الوحشي. ساعات ست بتقتل زوجها لأن لها واحد مصاحباه، ومن أجل الشهوة محاولة التخلص من الزوج لكي تعيش مع الرجل الآخر، الشهوة دي بتخليها تقتل، بتجيب قسوة. يعني ممكن الشهوة تجيب قسوة، مش بس حب تملك حقل زي حقل ناموس، حب تملك زوج زي الستات اللي من نوع ده، أو حب تملك ابن زي الحموات. القسوة رديئة جدا ومنفرة، ولذلك أبونا يعقوب أبو الآباء في مباركته لأبنائه ونبوءته عن مستقبل أيام كل واحد فيهم، جه اتكلم عن شمعون ولاوي، قال في مجلسهما لا تدخل نفسي، وبمجمعهما لا تتحد كرامتي. قال ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي. ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي. قال علشان كده روحي لا تدخل في المجمع بتاعته، لأن السخط قاسي والغضب ممكن يؤدي إلى القتل وممكن يؤدي إلى الجريمة. فالغضب فيه لون من القسوة. جايز واحد يقول أنا مش قاسي، في حالة غضبك بتكون قاسي. إنسان في حالة غضبه لما تلاقيه تنمر كده وعينيه احمرت والدم جري فيه بيبقى قاسي. عكس كده الناس الذين يتصفون بالوداعة واللطف، الوداعة واللطف من ثمار الروح اللي وردت في غلاطية 5:22 و23. الوداعة واللطف، الوداعة واللطف عكس القسوة. الإنسان الوديع لا يكون قاسيا، والإنسان اللطيف لا يكون قاسيا. لذلك القسوة ضد الوداعة وضد اللطف.
المعاملة السيئة نوع من القسوة، لذلك قيل عن عبودية الشعب أيام فرعون، قال الكتاب مرروا حياتهم بعبودية قاسية. العبودية نوع من القسوة، وسوء المعاملة أثناء العبودية شيء من القسوة، والسخرة أيضا من القسوة، والسخرية مش بس السخرة يعني يشغل واحد بلاش، والسخرية أيضا نوع من القسوة. لما تاخد إنسان مجال لتهكمك، مجال للهزء به، مجال للتندر به، مجال للضحك عليه، وتجعله هزءا في وسط الناس نوع من القسوة، لأن هذا الإنسان يقتل شعور الشخص اللي أمامه، ولا يحترم آدميته ولا إنسانيته، وإنما بشدة يقسو على إنسان ويتهكم عليه. من هنا أيضا كانت إدانة الآخرين والتشهير بالآخرين لونا من القسوة، لأن طبع الإنسان ما عندوش مراعاة شعور غيره فيما يدينه أو يمسك في سيرته أو يتندر به أو يشهر به نوع من القسوة. عشان كده لما ربنا تكلم عن هذه الخطية قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزال. شوفوا السيد المسيح كان عطوفا على الخطاة وشديدا وحازما على القساة. عطوف على الخطاة وشديد وحازم على إيه؟ القساة. لعل من أمثلة هذا لما أتى إليه الفريسيون بالمرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل بكل قسوة، جابوها جرجروها فضحوها في السكة وطلبوا رجمها أيضا، وقالوا له أنت تحكم بإيه؟ موسى النبي قال هذه المرأة ترجم. عايزين قسوة أكتر من كده؟ فالسيد المسيح أنقذها منهم وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر. قال لهم بالدينونة التي بها تدينون تدانون. وقال للمرأة وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي بالسلام ولا تعود تخطي أيضا. يعني كان شفوقا على المرأة الخاطئة وكان حازما على الناس القساة الذين أتعبوها بهذا الوضع لأن قلوبهم قاسية. الله محبة، فما يحبش العنف، ما يحبش القسوة، ويحب أن ينقذ الناس من قسوة غيرهم. نفس الوضع برضو حدث حينما استضافه سمعان الفريسي وأتت المرأة الخاطئة وبللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسه. الفريسي كان قاسيا على المرأة وعلى المسيح نفسه، فاتضايق من الموقف وقال لو كان هذا الإنسان، قال في فكره لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. فالمسيح دافع عن المرأة وأظهر للفريسي إنها أفضل منه، قال له يا سمعان عندي كلمة لأقولها لك. قال له قل يا معلم.
قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه بالأكثر؟ قال له أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له طب بقى نخش نتحاسب، انتوا الاثنين خطاه وانا اشفقت عليكم، انا دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، اما هذه فقد بلت بالدموع قدمي، تبقى افضل منك، بقبلة لم تقبل فبي، اما هذه فمزدخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي. قاعد يعمل له مقارنة ويوري له ان هذه المرأة الخاطئة افضل منه. إذن المسيح دافع عن الخطاة وكان شديدا على القساة، لأنه لا يحب القلب القاسي، وإنما كان المسيح لطيفا على الكل. كان يدخل إلى بيوت العشارين وإلى بيوت الخطاة ويأكل معهم، حتى لو قيل عنه إنه أكول وشريب خمر ومحب للعشارين والخطاة. يعني زي ما كان الفريسيون قساة على الخطاة والعشرين، كانوا قساة على المسيح أيضا، ويقولوا إزاي بيخش بيت العشرين والخطاة، إزاي يأكل معاهم. واستخدموا هذه القسوة أيضا حينما دخل بيت زكى العشار، قالوا كيف دخل ليبيت عند رجل خاطئ؟ يعني بيدينوا زكى ويدينوا المسيح معاه، ويدينوا العشرين ويدينوا المسيح معاهم. المسيح بكل حب وحنان قال لهم أليس هذا هو ابن الإبراهيم؟ لذلك حدث خلاص لأهل هذا البيت. المسيح لم يكن قاسيا ولم يكن يحب القسوة، وكان لطيفا ووديعا، قصب مردود لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. ما أسهل إن الإنسان يدين القصبة المردودة ويدين الفتيلة المدخنة. الكتاب ما يحبش القسوة، ولذلك حتى في العلاقات العائلية في كولوسي إصحاح 3 يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. ونلاحظ انه من اسباب الطلاق التصريح بالطلاق معالجة نتائج القسوة. يعني لما حدث ان الفريسيين والكتبة سألوا المسيح هذا السؤال في متى 19 ومرقس 10، قالوا له إن موسى أذن لنا بالطلاق، فقال لهم وسألوه هل تطلق المرأة لأي سبب، قال لهم موسى أذن لكم بالطلاق من أجل قساوة قلوبكم. يعني من أجل قساوة قلوبكم؟ يعني كان الرجل ممكن لو تعب من امرأة يضربها يقتلها يعمل لها اي حاجة، فعشان ينجي المرأة من جريمة الرجل اذن بالطلاق رحمة بالمرأة. رحمة ايه؟ بالمرأة من قساوة الرجال. لان الطلاق ايضا، الطلاق هو نوع من القسوة، ولكن كان بيصرح به لمعالجة القسوة لئلا تسبب إلى القتل، والقتل أصعب من الطلاق. ممكن أن القسوة تكون في نواحي تانية كثيرة. يعني هناك إنسان تكون معاملة قاسية، وإنسان تكون ملامح وجهه قاسية، تبص كده تخوف، ملامح وجهه إيه؟ قاسية. وإنسان يستخدم في حديثه ألفاظا قاسية،
ويوبخ بطريقة قاسية وينتهر بطريقة قاسية ويحكم على الآخرين أحكاما قاسية. المسيح ما قالش كده. المسيح إيه؟ ما قالش كده. المسيح قال طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. يعني عايز ربنا يرحمك ارحم غيرك، فإذا كنت قاسيا على غيرك يقول لك بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. لذلك قيل في قصص الآباء إن واحد من الآباء كان يعني ما كانش مواظب على صلواته، كان مقصر في عبادته إلى آخره، وبعدين لقوه في ساعة وفاته مبسوط ومتهلل، قالوا له أيها الأخ من أجل ربنا قل لنا، إحنا نعرف عنك الكسل والإهمال، قل لنا إزاي في هذه اللحظة بين متهلل. قال لهم أنا في ساعة الموت يا ربنا يوريني أعمالي، فقلت أنا متمسك بآية واحدة. قالوا له إيه؟ قال لهم متمسك بالآية التي تقول لا تدينوا لكي لا تدان. فأنا في حياتي الرهبانية على الرغم من إهمالي ما أدنتش حد، فأطلب أن تنفذ في الوصية الإلهية إن لا يدين الله من أجل دي ورحم من أجل هذه الفضيلة الواحدة إنه ما كانش بيدين حد، عشان كده كان متهلل ساعة موته. لأن جايز إنسان ساعة موته ربنا يقول له تعالى زي ما كنت قاسي على الناس أنا هعاملك بنفس القسوة، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزال. مين يستطيع يهرب من ربنا في الوقت ده؟ يبقى من ضمن مظاهر القسوة عدم الرحمة، ومن ضمنها إدانة الآخرين، ومن ضمنها التوبيخ القاسي. تقول لي طب ده الكتاب بيقول عز وبخ انتهر. ممكن تعز وتوبخ ولكن بغير قسوة. بولس الرسول في سفر الأعمال إصحاح 20 في فصل مشهور بنقراه لما يكون السنكسار بتاع واحد من الأباء والرعاة اللي أوله ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى شيوخ الكنيسة إلى آخر، قال لهم 3 سنين كنت بينكم لم أفطر أن أنذر بدموع كل أحد. أنذروا بدموع يعني أنذروا وأنا شفقان عليه وباين في دموعي وفي لهجتي إن أنا شفقان عليه، لكن الذي ينذر غيره بقسوة ربما لا يقبل منه لأن قسوته بتصد بتنفر بتخلي اللي قصاده ما يقبلش. ولذلك هناك طريقتان للنصيحة، في نصيحة أو توبيخ تقوله لغيرك بلطف بمحبة بذوق دون أن تجرح شعوره، وفي واحد تيجي تنصحه تسلخه، عملية السلخ لا ترضي أحد ولا تكون مقبولا أمامه، لأن دايما القلب المحب بتقبل النصيحة منه والقلب القاسي قسوته بتنفر. هناك نوع من القسوة هو الانتقام. الإنسان اللي بينتقم لنفسه بيبقى إنسان قاسي. إنسان اللي بينتقم لنفسه بيبقى إنسان قاسي. لذلك لما داود أراد أن ينتقم لنفسه من نابال الكرملي جات له أبي جايل ومنعته من الانتقام لنفسه بطريقة مهذبة مؤدبة فيها الاحترام والحنو وعدم القسوة في التوبيخ.
وكل ما كانت تقول له تجيب له كلمة مديح، ووسط المديح تقول كلمة الايه التوبيخ اللي عايزة تقولها. تقرأ لكم شوية حاجات من أبي جايل دي، اللي كانت إنسانة ممتازة في كلامها مع داود. شوف قالت له ايه، كيف وبخته، مش باسلوب قاسي، ودت له هدية وارضته، وبعدين قالت له سقطت على الارض عند رجليه وقالت علي انا يا سيدي هذا الذنب، ودع امتك تتكلم في اذنيك واسمع كلام امتك. كان نبال الكرملي رفض يدي أكل لداود، وداود كان حمى غنم وحاجات. قالت له يا سيدي علي هذا الذنب واستمع كلام أمتك، يعني كلام عبدتك. وبعدين قالت له والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، أن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. والآن فليكن كنابال أعداؤك الذين يطلبون الشر لسيدي. ولما ادت له الهدية والأكل والحاجات دي قالت له والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك، يعني مش بتقول له تعالى يا سفك الدماء يا اللي جنسك كان قتلها. قالت له والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، يعني مش جاي له تقول له أنا بديك لقمة تاكلها أنت، ده أنا بديك دي تعطيها لمين؟ للغلمان السائرين وراء سيدي. وإصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك، وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي فلتكن محروسة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأما أنفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاع. ده إيه ده؟ ده توبيخ ده؟ ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. يا سيدي وجاريتك وانت ربنا حطك في حزمة الحياة واعد لك خيرا عظيما وهتبقى ملك وتبقى رئيس، بس انا خايفة بعد ما ربنا يديك المجد ده ان ضميرك يتعبك عشانك انتقمت لنفسك. شوفوا هذا التوبيخ اللي وبخته لداود في اسلوب جميل ورقيق، وبينها وبينه وهي تحت رجليه وبتقول له سيدي وأنا جاريتك، كان مقبول. من عشان كده داود قال لها مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتيني اليوم عن إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي، يعني لقطها في هدوء في محبة. الإنسان القاسي إذا وبخ تكون توبيخه قاسي. في إنسان يكلم واحد بألفاظ جارحة تبقى غير مقبولة منه، لأن الألفاظ الجارحة تدل على قسوة. يكلمه بكلام شديد يبقى غير مقبول،
لأنه يدل على قسوة. لكن واحد تاني يقدر يقول اللي عايزه بكلمة لطيفة، بكلمة هادية، ما يجرحش شعور الناس. أيضا من القسوة الظلم. الإنسان الظالم هو إنسان قاسي. تظلم واحد في حقوقه تبقى قاسي، تظلم واحد في الحكم عليه تبقى إنسان قاسي. الخيانة أيضا تدل على قسوة، زي ما دليلة تسببت في ضياع شمشون كانت قاسية ولم تكن محبة له. شهادة الزور نوع من القسوة لأنها تؤدي إلى ضياع الناس وفيها نوع من الظلم. الاضطهاد أيضا نوع من القسوة، والتعذيب نوع من القسوة. وقد قاس القديس استفانوس الشماس من كليهما، من قسوة الأعداء، من اضطهادهم، من ظلمهم، من تعذيبهم، نوع من القسوة. لما نقرأ تاريخ الشهداء نرى قسوة عجيبة، وبخاصة أيام الحكم الروماني، أشياء فوق الوصف تدل على إن الإنسان إذا تجرد من الإنسانية إزاي يبقى قلبه قاسي. حاجات عجيبة. أيضا عدم الرعاية نوع من القسوة، لأن بعدم الرعاية بنسلم النفس للضياع. لما نقرأ في قصة السامري الصالح نجد أن الرجل وقع ما بين حي وميت، فلاقى من قسوة اللصوص، ولكن أيضا مر عليه اللاوي وجاز مقابله، ومر عليه الكاهن وجاز مقابله. قلبهم لم يتحرك بالعطف على هذا الإنسان الملقى على الأرض ما بين حي وميت، نوع من القسوة في عدم الرعاية وعدم الاهتمام. وأيضا نرى هذا أحيانا في الخدمة الاجتماعية، ناس يجوا يطلبوا مساعدة من مكتب الخدمة فيقابلوا بالإهمال أو بالاحتقار أو بالتجاهل أو بالشك فيهم والشك في ذمتهم أو اتهامهم بالكذب وبالاحتيال، ويمكن ما ياخدوش المعونة غير بعد ما يتمرمطوا علشان ياخدوا المعونة، نوع أيضا من قسوة القلب. مفروض أن الإنسان العطوف لا يقسو على المحتاجين. وفي آية خطيرة بتقول إيه؟ من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له، بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزال. عشان كده الإنسان العطوف، الإنسان الطيب اللي بيعامل الآخرين بطريقة لطيفة، لا يجرح أحدا ولا يهين أحدا، ده إنسان يبقى خالي من القسوة. الإهانة أيضا نوع من القسوة، لأن ممكن إنسان يهان، فالإهانة دي يعني كان عنده يصاب بمرض أحسن ما يسمع كلمة شديدة أو كلمة قاسية عليه أو إهانة. ده أيام سمعنا عن ناس كانوا حساسين جدا وإهانة جات لهم، اللي جات له زبحة واللي جاله ضغط واللي جاله كذا أو كذا من نتيجة قسوة الآخرين عليهم. طبعا القسوة درجات، يمكن من أشد درجات القسوة واحد يقول للتاني يقول له أقتلك وأشرب من دمك، يشرب من دمه. نوع من القسوة إذا وصلت الإنسان يتحول إلى وحش. وفعلا بعض من الهيبز والبيتلز اللي بيسموهم ايه دول
الخنافسة. كانوا احيانا بيشربوا من دم الناس، يعني انا قريت كتاب عنهم كانوا بيقتلوا واحد يشربوا من دمه، واحيانا يملوا كوبايه ويوزعوها على بعض. عايزين نعرف ان الطينه اللينه يسهل تشكيلها، والطينة القاسية الناشفة مش ممكن تشكل، تقدرش تصنع منها إناء. كذلك القلب الطيب أيضا ممكن تشكيله، الغصن اللين يمكن أن تقومه وتعدله، والغصن الناشف القاسي ما تقدرش. عشان كده الشاعر بيقول إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب، لأنه قاسي. نكتفي كده عشان ما نضل.